راموس من الشخصيات النادرة جدا في كرة القدم، بيجمع بين الأخلاق والحرفنة واللعب الجميل وكل حاجة حلوة في لاعب الكرة أو في بني آدم بتلاقيها في حمص. حمص فين من المنتخبات الوطنية؟ حمص فين من تدريب الأندية الكبيرة؟ حمص قيمة كبيرة جدا كلاعب كرة وكمدرب عنده فكر كبير جدا. أتمنى إن شاء الله يعني الفترة اللي جاية نشوف حمص سواء في الفريق الأول في النادي الإسماعيلي، سواء فريق كبير بدوري ممتاز، أو في أحد المنتخبات الوطنية، لأنه يعني يستحق المكانة دي. هو طول عمره يعني حمص كان أخونا الصغير، وكنا هو كان طالع وفرد شخصيته، كان من أحسن اللعيبة اللي هي بتستلم وتسلم، بصير كبير جدا وكلكم عارفينه يعني، وبسم الله ما شاء الله عليه، كان من صغره وهو باين اللي هو لعيب كبير يعني. حمص طبعا شخصية أخلاقيا شخصية عظيمة جدا جدا جدا. حمص كان من وهو صغير لما كانوا بيتفرجوا عليه، يعني يمكن اللعيب الوحيد اللي كان في النادي ما بيعملش حاجة اسمها ميس باس، ما عندوش ميس باس. طبعا لما تصعد معانا دي من الحاجات اللي صعدته مع الفريق الاول، كان كابتن علي ابو جريشه طبعا اللي صعده، وطبعا تالق معانا ومشي كويس واخد معانا كاس مصر وشارك، وشخصيه عظيمه حمص يعني. فرجت تشافي على دقيقتين لحمص، كنت بعرفه بالنادي الاسماعيلي يعني وكده، وفرجته على دقيقتين لحمص وجون ايطاليا اللي حمص جابه، قلت له ده حمص اللي جاب في ايطاليا جون وكسبنا 1-0. تشافي اتفرج الدقيقتين دول قال لي ازاي ده ما احترفش بره وازاي انا ما اعرفوش. فدي كان رد فعلا تشافي يعني، عجبنا انا واتبسطت اللعيب من نادي الاسماعيلي زي حمص بالقيمه ديت، ان تشافي يقول عليه الكلمتين الحلوين دول يعني واحنا قاعدين. حمص هو مش مجرد ان هو زميل ملعب، لا حمص يعني بره الملعب اخ وصاحب، وحمص من اقرب الناس لقلبي يعني. حمص بره الملعب حاجه مش عايز اقول لك، انا يعني شهادتي مجروحه فيه، بس حمص بره الملعب حاجه جميله جدا يعني. حمص واحنا في الملعب مع بعض، انا كنت بجري وانا مش باصص له، وانا عارف ان هو عامل ايه. عنده لعيب، عنده رؤيه غير طبيعيه، بيحضر بشكل مش طبيعي. حمص تقريبا بيبقى مذاكر الماتش، تحس ان هو عارف ايه اللي هيحصل في الماتش قبل الماتش يبدا. حمص يعني ناس كتير شبهوه ان هو بيتفرج على الماتش وهو بيلعب جوه الملعب، كانه شايف الملعب من فوق. فعلا انا بقول لك فعلا، حمص الماتش بيبقى مخنوق، الماتش بيبقى زحمه، الماتش بيبقى فيه ضغط عالي جدا، ادي كره لحمص هتلاقي كل الكلام ده اتحل. حمص ده بالنسبه لي انسان، فعلا انسان خلوق وانسان محترم، ومهما اقول مش هدي له حقه فعلا يعني، من التواضع من كل حاجه يعني. حمص فعلا لما يبقى يلعب مطوشة او اي حاجه، او في خساره او في اي حاجه، فعلا هو بيزعل يعني، هو فعلا بيزعل، ومن النوع اللي هو ايه، ممكن لما يبقى مغلوب ما يطلعش من البيت يعني، هو اللي بيبقى موجود جوه البيت ما يطلعش زعلان. حمص ليه الحق ان هو يتكرم احسن تكريم، انه حمص فعلا من الناس المخلصه من جواهم، من جوه قلبه يعني كده. فهو فعلا كان يومها زعلان ان هو ما تكرمش في الاسماعيلي، بس رجع اتكرم تاني، وهو الاسماعيلي بالنسبه له بيته يعني. هو احنا اللي يعني هو بيبقى زعلان، انا بحس ان هو زعلان، بس حمص من النوع اللي ما بيقولش يعني، ما يقولش انا زعلان، لان هو حمص حتى لما نيجي نتكلم معاه بيقول لك ده بيتي مهما عملوا فيا، ده بيتي في الاول وفي الاخر، ده بيتي. بس احنا كجمهور، انا مش صديق اكتر، كجمهور ببقى نفسي اللي زيه حمص يكرموه فعلا ويدوا له حقه ويتكلموا بيتكلموا ان هم يجيبوه النادي وكل ده، لازم حمص في حاجات دي يبقى هو متكرمين يعني. اهلا بكم مره